سمعت ولا ما سمعت ماذا قالوا بعد فوز النصر على الاتفاق؟ اذا انك ما سمعت اسمع 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 اسمع. ما كانت مباراة، كانت كرنفال، كانت مهرجان، كان شيء رهيب، كان حضور جماهيري طاغي، كان شيء عالمي فاخر من الآخر، من العيار الثقيل، كل شيء في المباراة كان رهيب. وشوفوا كيف الأطفال يقلدون الكبار بكل حاجة، خاصة إذا حبوهم. شوفوا هالأطفال في بيتهم قاعدين يقلدون رونالدو، يقلدون ماني، يقلدون باقي اللاعبين كلهم في الحركة اللي سووها بعد نهاية المباراة. قدوة، طبعا قدوة يا حبيبي، لذلك لازم دائما تكون قدوة حسنة. حتى على مستوى الجماهير اللي كانوا موجودين في المباراة صراحة كانوا رائعين، صغار موجودين، كبار موجودين، اللي يضحك، اللي يرقص، اللي مستانس. يعني والله العظيم لو مباريات النصر والحضور الجماهيري بهالطريقة كل موسم، والله راح ياكل باقي الفرق أكل. عموما الله يعطيكم الصحة والعافية، مباراة كانت رهيبة رهيبة، تكلمنا عنها بما فيه الكفاية، واللي ما شاف هذيك الحلقة يرجع في حسابي هني شوف تكلمت عنها بالتفصيل. أترككم الآن مع ماذا قالوا بعد مباراة بعد فوز النصر على الاتفاق، ولا تنسوني من اللايك والفولو. كيف أقول لك إياها؟ قل لي كيف أقول لك إياها؟ يا ناس النصر قوي 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 مرة خلاص، وقاعد يفوز بالأربعة وبالخمسة وأهداف حلوة وفريق ممتع وجميل، ويا الله مفتخر النصراوي. لكن أنا كنصراوي والله العظيم أنا فيني أزمة، أنا عندي أزمة كبيرة مرة، إن أنا قاعد أقدم مستوى تاريخي وأهداف وأرقام وأهداف حلوة وكل شيء وفريق قوي، لكن أنا ماني قاعد أستفيد من الفوز. يا عالم يا علم أنا مركز ثاني وفرق بيني بين الأول كثير، والأول مو قاعد يعطيني بوادر خلاص إني يتعثر، إني خليني أخلص الفارق اللي بينه، فرق كثير مو قاعد يعطيني بوادر إنه يتعادل. طيب الخصم ممكن يعذبك شوي، يعني ممكن المباراة الجاية أقول بيتعثر، لا طب أنا كيف أستمتع بفريقي؟ أنا أبي بطولة، طيب أبي أنافس اللي فوقي. يا والله مأزم، والله اني مأزم، فريق قوي بس وش اسوي؟ طيب وش اسوي بفريق قوي ذا؟ ابدا ماني بقادر اخذ شيء، وش اسوي؟ احتاج حل. دراما اوفر، علمني. الف مبروك فوز العالمي، والله فريق قوي العالمي، اقسم بالله فريق قوي، بس انظلم ان نحط في دوري فيه الهلال. خلونا نتفق يا اخي، نتفق احنا نجلس نتفق ان الثاني هو البطل كذا بين اتحادي اهلاوي نصراوي، والله ونجيب له كاس احنا ونحتفل فيه، لانه مو طبيعي كل سنه الهلال الاول الباقيين يتحركون، فاحنا نقدر نربط فرحتنا بالهلال، نستنى الهلال يتعثر. لن يتعثر الهلال، لن يتعثر، الدوري قوي من المركز الثاني وانت نازل. والله انسى الهلال، هذا مو تبعنا، هذا مره قوي جاي من امريكا. خله من الترتيب الثاني وانت نازل، الدوري مره قوي، حتى لو اخذ الهلال الدوري تجاهلوه يا اخي، تجاهلوه، خلوه يحتفل لحاله، جمهوره ترى متعود على البطولات، نص ساعه ينام، احنا نكمل احتفالات بالثاني، نقعد 3-4 أيام نحتفل مع الناس عادي. هلال وصل مرحله انك يعني في فرق انك تجمع القاب وانجازات وتجمع مواعين، الهلال من كثر الالقاب والانجازات صارت مواعين. ما عندهم خزينه للكؤوس، لا عندهم مطبخ. والله المفروض ما في عامل يروح يمسح الكؤوس ويرتب الخزينه، لا المفروض ام تروح تشيل كاس اسيا تحطه مع الفناجيل، كاس الملك تحطه مع الصحون. كاس الملك مع السكاكين، اي وكثير مواعين، هذه هذا اسمه يعني اسراف. هم شو لا حد يلعب معه، لا حد يعبره، اذا فاز سووا نفسكم ما تدرون، لا حد يروح يلعب معه، ترى مره خطير اذا لا حد يروح يلعب معه، لا تروحون، خلوه يلين يطفش يشوف لأي ليغا ثانية، يروح يطلع من الدوري السعودي، يروح البريمير ليج، يروح سيريا ليج، أي حل، لحد يلعب معه. قوي قوي مرة 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 قوي، فهذه رسالة للجميع المواطنين، حتفرح من الثاني تجاه الأول، الأول هذا مو تبعنا، هذا قلت لك جاي طلبية من أمريكا. مبروك، ألف ألف مبروك يا أعظم جمهور في العالم، ألف ألف مبروك اليوم الفوز، 3 أهداف وثلاث نقاط، وعلى الشرقية اتفاقي، يلا يلا على الشرقية، يلا يا حبيبي، يلا مبروك يا جمهور العالمي، ألف ألف مبروك، تستاهلون. تعال اتحادي، تعال، أعطيني الاتحاد وأعطيني المغربي ذاك، أعطيني إياهم، أعطيني الاثنين ذولي، هاتوهم يا جماعة تكفون، هاتوهم، تعال يا اتحادي، أنا أبغاك من زمان. شفت ال5 سنوات دي اللي راحت كلها؟ شفتها؟ راح اطلعها من مباراة واحدة. العقدة، عقدة ال5 سنوات راح تنكسر
في مباراة واحدة ممكن توصل إلى 9 10 يمكن توصل فوق 10. الله يعينكم الله يعينكم. ما هو تقليل منك أو استنقاص منك، لا أنت نادي كبير ونادي عريق ومن كبار آسيا، لكن الخمس سنوات دي العقدة دي راح تنكسر يوم الثلاثاء بإذن اللي ما تنام علينا. وأنا نصيحة مني لكم، انسحبوا انسحبوا يا نادي الاتحاد، أحسن لكم انسحبوا. نصيحة، يوم الثلاثاء راح نجي جدة وناخذ 3 نقاط ونعطيكم تاريخية ونمشي، موعدنا يوم الثلاثاء الاتحاد. أقسم بالله العظيم أني فخور فخور، أقسم بالله أني فخور أني من مشجعين هذا النادي، من هذا الجمهور العريق العظيم، أفضل جمهور في العالم يا حبيبي. جمهور نادي النصر دايم هو رقم واحد، والله يا جمهور النصر أنكم تستاهلون جميع البطولات وتستاهلون كاس العالم، والله العظيم على تعبكم هذا، وبإذن اللي ما تنام عين على تعبكم هذا السنة دي تطلعون أقل شيء غير العربية بطولتين ثلاث بإذن الله، وبإذن اللي ما تنام عين يا جمهور العالمي. شكرا لكم على المؤازرة والتشجيع، والله العظيم ما تكسرون، ودايم أنتم رافعين رؤوسنا، ودايم أنتم يعني والله العظيم لولا فريق، لولا الفريق داخل الملعب، الفريق اللي داخل الملعب، لولا جمهور النصر والله ولا شيء، اللاعبين داخل الملعب لولا جمهور النصر والله العظيم ولا حاجة، قسم بالله. شكرا يا جمهور العالمي، شكرا من القلب، والله العظيم ما توفيكم حقكم، والله العظيم شكرا. يا جماعة يا جماعة، مو بطبيعي مو بطبيعي، الأسطورة كريستيانو رونالدو ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، 17 هدف و9 أسيست نهاية الدور الأول، لا باقي مبارتين، باقي مبارة الاتحاد في الدور الأول بعد. يا أخي يا كريستيانو أقسم بالله العظيم قاعد يسوي أشياء بعمر 39 ما يسويها واحد عمر 25. شكرا لكريستيانو رونالدو، شكرا من القلب يا أخي. بسبتك يا أليكس تيلس خلاص نسينا مشكلة الظهير الأيسر اللي كنا نعاني فيها من سنوات، شكرا من القلب يا أليكس تيلس، كرات ثابتة، تسديدات على المرمى، هجوم دفاع، والله العظيم شكرا، شكرا من القلب يا أليكس تيلس، وما ننسى بروزوفيتش وجميع جميع اللاعبين، شكرا من القلب، والله العظيم اليوم سعيد، أنا سعيد، مبروك يا جمهور العالمي. السلام عليكم ورحمة الله. انتقادات حادة على اللاعب النصر أوتافيو، أوتافيو ما يلعب، أوتافيو ما يمرر، أوتافيو ما يستلم، أوتافيو اشغلكم، الله يشغلكم في طاعته، الله يشغلكم في طاعته، وخلوا نصرنا لنا، والله العظيم ما في فريق في الدوري السعودي جالس يقدم كرة محترمة جدا 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 مثل نادي النصر، أقسم بالله ما في فريق قدم زي نادي النصر، جماليات، فنيات، تسديدات، يا رجل التسديدة حق تيليس البارح تقارنها بضربة حرة حق نيفيز، وين حنا يعني عايشين، وين حنا من ما نشوف، احنا رياضيين من قبل 20 سنة نفهم كورة ونعرف رياضة. على العموم اللي شانين حملة على هذا الحلو حقنا أوتافيو ونجم النصر وراضيين ومقتنعين فيه، وانت الله يشغلك في طاعته، ألف مبروك يا عالمين فوز أمس، تحياتي للجميع. هدف الجولة هو، الدنيا كلها شايفة بعينها ان ده هدف الجولة هو، خدوه بقى ودوه على البرنامج الأزرق واعملوا تصويت هناك واشتروا شوية أصوات وطيروه مننا، اهو الهدف ده مش هيتكرر، الهدف ده المفروض ما يحصلش تصويت هناك، مفيش تصويت، الهدف ده بدون تصويت، تاخده كده وتقول شكرا يا عم تليس. اسعد الله اوقاتكم، مبروك يا احلى جمهور، مبروك هذا الفوز، مبروك هذا الانتصار، مبروك الوصول نقطة 40. يقول لك هل تعاقدت مع الاتفاق ام مع مرمى النصر؟ يا اخي بدل ما تتكلمون هذا الكلام وتثيرون الجدل، يا اخي حفزوا لاعبينكم، تكلموا معاهم، شوفوا ايش نقاط ضعفكم، حاولوا تعدلون في فريقكم. انتم قبل لا تتكلمون هذا الكلام شوفوا 7 جولات اللي مضت كلها هزائم، ولا بس عشانك راح تواجه النصر وحاب تثير جدل؟ هذه هي في النهاية، انجلت ب3 ومشيت من الرياض وانت مجلود. مبروك يا احلى جمهور، ان شاء الله القادم اجمل واجمل واجمل، وعندنا مباراة مهمة، مباراة الاتحاد إن شاء الله يوم الثلاثاء، وإن شاء الله فايزين فيها بإذن الرحمن.